أستاذنا العظيم فؤاد المهندس، أنا النهاردة عندنا عيد، النهاردة ليلة عيد في الهوا هوانا إن حضرتك موجود معانا في والله دريم. انتوا عملتولي عيد حقيقي. هقول كلمة: لقد أخذتموني على غرة. دي حلقة استثنائية، وهي ليست مجرد برنامج تلفزيوني، ولكن هو احتفالية لتكريم عملاق من عمالقة الفن في مصر ومن رموز مصر العظيمة زي ما أنا قلت. أستاذ فؤاد، هذه الحلقة لك ولأجيال تحبك من كل قلبها. هنسافر معاك بين الزمن الماضي والحاضر، بين بشر وأحياء وحياة وأحداث. دفتر الأستاذ عامر بالذكريات، لكن قبل ما نبدأ بالماضي، حضرتك كنت متابع أحداث الحرب واللي بيحصل في العراق؟ ولو إن أنا يعني ضعيف في بس شفت في السياسة دي، إنما كان في كوميديان كبير قوي في الحرب دي، حضرتك شفته؟ وزير الإعلام العراقي الصحاف. شفته طبعا. ايه رأيك؟ كان بيطلع بقى كل يوم ويقول هو كان محتاج سيناريو حلو. ايوه يعمله. ايوه علشان نسقف له قوي بقى ونحييه. بس يعني سيناريو كوميدي. ما هو مش هو بس، كان يعني كان ناس كتير قوي كانوا مسرحيين وفنانين ويعني بيقولوا اي كلام يعني كده. فانا تتبعي للمسائل دي كان بحذر يعني. لكن احيانا بتحس ان السياسه بتبقى قدامك مسرحيه كوميديه؟ طبعا طبعا. فحضرتك قلت كان في ناس كتير مسرحيين. كان فيه في السياسه في الحرب ناس كتير مسرحيين طبعا، يتشالوا من محلهم كده ويتحطوا على مسرح. ايوه. او يتحطوا قدام ميكروفون. يعني المسائل دي ما يعني مش انا بس اللي احس بده. ايوه كل الناس تحس بده. مش عايزه كلام. افكر حضرتك وانت من مواليد العباسيه، عاش في العباسية في طفولته الأستاذ محمد عبد الوهاب، الأستاذ نجيب محفوظ، يعني عمالقة ورموز من مصر. مفارقات حي العباسية شهد فنان وأديب وموسيقار. حياتك في حي العباسية وكونك ابن العميد كلية دار العلوم وقررت أن أنت تبقى فنان، مفارقات القصة من البداية. ايه مفارقات يعني؟ يعني ايه مفارقات يعني؟ يعني ان كان والدك استاذ في دار العلوم، اكيد ما كان عايزك انك تبقى مدرس، استاذ، طبيب، يعني ما كانش يتصور ان انت هتبقى تتجه الى الفن. هو كان يعني هو مش كان عايزني استاذ ولا حاجة، انما كان عايزني امشي طبيعي في سلك الوظيفه والحاجات والمحتاجات دي كده، زي ما عملت برضو ودخلت كليه التجاره والحاجات دي. انما هي اللي كانت واقفه في الخط امي الله يرحمها، كانت واقفه تمام تقول لي بلغني انك انت بتمثل في الكليه وبتاع، انا مش عايز اسمع الحكايه دي ابدا. قلت لها خلاص ماشي. وبعدين وانا في مدرسه فاروق الاول الثانويه اللي هي اسمها دلوقتي مدرسه مش عارف ايه، المهم كنت في فرقه التمثيل، كنت بمثل. فابن الحرام اللي راح ادى تذكرتين لامي عشان تحضر وهي ما تعرفش طبعا ان انا بمثل، فدخلت وقعدت وانا طلعت على المسرح. اول ما طلعت على المسرح بصيت يمين وشمال عشان اتاكد انها مش موجوده، لقيت صوت بيقول لي انزل يا ولد. في المسرح قاعده في الجمهور. قالت لي انزل
رحت نازل ما مثلتش. لا 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 ست الدور وتنتني نازل طلع واحد تاني مش عارف عمل الدور ولا ايه بتاع طبعا وكلت شوطة علق تمام بس ما حرمتش ما حرمتش لا ما حرمتش طبعا كنت ايه ده لا مؤاخذة مع نظري لا ما حرمتش طبعا فضلت اشتغل من وراها وهو كان بيشجع ده بقى والد حضرتك والدي كان بيشجع ده بيشجع ان انا امثل وادي والتزم والحاجات دي كلها انا اتعلمت منه الحاجات دي هو كان واضح ان عنده رؤيه لانه هو شجع حضرتك في التمثيل وشاف لقدام شجع شقيقه حضرتك الاستاذه الكبيره الاذاعيه العظيمه صفيه المهندس صفيه انها تكون صوت اذاعي برضه رائده ايوه في تمام في مجال تمام فيعني هو انجب جيل من الرواد ايوه افكر حضرتك بصيف سنه 1946 في اول مقابلة رحت وقلبك في رجليك عشان تقابل نجيب الريحاني فاكر اول مقابلة مع نجيب الريحاني فاكر طبعا احنا بقى ما حدش سمع انا ما عايزين احنا بقى نعرف تفاصيلها من حضرتك انا رحت علشان اخد منه حديث طبعا دخلت له على الاوضة اللي كان بيقعد فيها مكتبه فوق في الدور الثاني وفضلت واقف ما اتكلمتش فضلت واقف باصص له قال لي ايه انت مين قلت له انا تلميذ قال لي عايز ايه يا ابني قلت له عايز سيادتك في كلمتين كده قال لي ايه عايزني في انت بتشتغل ايه قلت له انا تلميذ في كليه التجاره يعني لغايه ما هديت هداني لغايه ما قلت له انا جاي اخد من سيادتك حديث ظريف كده يعني فاخدت منه الحديث تشجعت في الاخر وقلت له مش تيجي تخرج لنا يا استاذ نجيب حاجه في الجامعة مسرح الجامعة قال لي يا ابني انا فاضل العيال دول انا مش فاضل الحاجه دي قلت له لا احنا مش عيال يعني احنا رجاله كويسين ونعتمد على نفسنا يعني فقال لي طيب في حاجة؟ لا بطلب حضرتك يا نسوم اتفضل. نقالي رواية اسمها حكاية كل يوم. وقال لي تعملوها. أما أشوف هتعملوا فيها إيه. وبدأ يخرجها لنا. إحنا فرقة الكلية، فرقة كلية التجارة. وبدأ يخرجها. وأخرجها ووزع الأدوار. والادوار اصابت هدف يعني نجاح ودخلنا بيها كاس يوسف وهبي كان اول مره يتحط الكاس فدخلنا بيها الكاس ده وخدنا الكاس فالعلاقه اللي بيني وبين نجيب الريحاني بدات بقى استمرت على طول بقى يسافر باريس ما اعرفش كان بيعمل ايه يعني كان ظاهر كان بيعرض نفسه على اطباء او حاجه فكنت انا بودعه دايما في المطار واستقبله انما طول المده دي يعني توديعه واستقباله ما كانش يعرف اسمي لا 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 نسيه وبعدين مره زنقته قلت له انا اسمي فؤاد يا استاذ نجيب اسمي فؤاد قال لي يا سيدي يعني اي حاجه قلت له لا مش اي حاجه انا اسمي فؤاد كان مسميني التلميذ اندهول التلميذ هاتوا التلميذ ما اعرفش ايه يعني حاجات كده وبعدين عرف بقى في الاخر اسمي وبدا يناديني بان فؤاد جه فؤاد راح وكنت انا الوحيد اللي اقف في الكواليس يسمح لي ان انا اقف في الكواليس عارفين الكواليس يعني ايه عارفينها شوف في ناس يقولوا ايوه وناس يقولوا ما انا اعرفش عارفين الكواليس ولا مش عارفين ايوه طب مكسوفين ليه
كنت اقف في الكواليس عشان اتفرج عليه وهو بيمثل. فكان انا الوحيد اللي كنت اجي. حضرتك يعني الريحاني شخصية كوميدية عظيمة، وفي نفس الوقت حياته كان فيها مواقف تراجيدية كثيرة. كان معذب في الحب، كان معذب مع في قصة مأساته حبه مع السيدة بديعة مصابني. بديعة مصابني طبعا. يعني كان مصدوم في حبه، كان تعس في حياته، وعلى المسرح يبقى كوميديان. والله يا دكتورة ما حدش عارف إذا كان تعس ولا مش تعس. أي يعني حقيقي. أي يعني هو كان نيرفس قوي. وزي ما تقولي زي ما يعني مرة أنا بقول له طيب نشوف الرواية دي وبتاع، قال لي اسمع إذا كان حبيبك عسل ما تلحسيش كله. ففي أنانية. أنانية الفنان بقى. الفنان أناني؟ آه. حضرتك أناني؟ لا. أنت مش أناني. لا مش أناني. لا أنت عطائك واضح، يعني مدرسة يعني مؤسس حزب خفة الدم في مصر. لا لا بعض الفنانين عندهم أنانية. لا بعض الفنانين مش أنانية، عندهم زفت. يعني المسامي زفت. يعني فيها مش عايز يدي. في فنانين ما يطلعوش على المسرح إلا هم بس. صحيح. غيرهم إذا قال نكتة ولا إفيه ولا حاجة يطلعوا بره. وأنا أعرف فنانين كده يعني. حضرتك ما كنتش كده، حضرتك يعني كان ليك مسرحيات كثيرة جدا من بطولتك، وفي نفس الوقت كان اسمك بيبقى مع الفنانين الآخرين الأبطال الآخرين. وأنا لما بقى يعني تنجح لي مسرحية، ما المسرحية بتنجح لي مع دول يعني مش لوحدي. نرجع للريحاني عشان نخلص من المنطقه. ما انا عايز اربط ده بقى بالريحاني. ايوه يعني انا تربيت في مسرح الريحاني. اتربيت. شفت الريحاني وشفت عبد الفتاح القصري. وشفت حسن فايق. وشفت بشاره وكيم. وشفت مريم ونيم. وشفت ميمي شكيب وزوزو شكيب. شفت دول كلهم. ما حدش قال ان انا اللي ابقى لوحدي ولا حاجه. كلهم كانوا بيشتغلوا، كلهم كانوا بيلعبوا مع بعض. مفيش حاجه ابدا. فانا اتربيت في الحته دي. في المعنى ده. وطلعت اللي معايا كله كده. بالظبط. فاتعلمت من الريحاني ايه بالظبط؟ يعني تقدر تقول فؤاد المهندس اخذ مباشره من الريحاني ايه؟ أخدت من الريحاني تقل العمل بتاعه. القيمة بتاع العمل بتاعه. يعني كان الريحاني يبدأ في عمل مثلا عمل حل مشكلة من المشاكل. مشكلة موجودة. يحلها. ويوجد الناس اللي يعملوها. يعني كان نجيب الريحاني كان خطير. انا مسميه الهرم الرابع. الريحاني ده اصله حاجه غير عاديه يعني. حقيقي خدت منه ازاي ابص للديالوج للحوار. ازاي اشوفه ازاي. حلو وحش. يتعدل ما يتعدلش. يعني حاجات كده. اشوف الترابط ما بين الشخصيات بعضها وبعض. ولذلك في الروايات بتاعتي كلها تلاقي كل واحد في حتته. كل واحد في مكانه. ده حتى سيدة الجميلة اللي هي بنعتبرها الحجة رواية.
مسمينها الحاجة رواية فيها أعداد كتير جدا. صحيح. إنما كل واحد في مكانه تمام. دي تعليم الرحاني. ده هو الرحاني. وبعدين إزاي أضحك أضحك ضحك حلو. ما أضحكش بإسفاف. أيوه. ما أضحكش بابتذال. لا. سيدتي الجميلة اللي هي طبعا أسطورة في المسرح المصري ومن الأساسيات الكوميديا المصرية. هل حضرتك زي ما اتكتبت زي ما طلعت على الخشبة ولا كنتوا بتغيروا وبتعملوا حضرتك مع تغيير النص والخروج عن النص والحاجات دي كان فيها خروج عن النص ولا كانت لا 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 مفيش خروج عن النص ابدا. عمري ما اتبعت سياسه الخروج عن النص ابدا. الخروج عن النص ده افلاس. افلاس من المؤلف ومن الممثل. لا، يا اما النص يتعمل زي ما هو يا اما ما يتعملش خلاص. يعني وحش قوي ان انا اخرج عن النص. سيدتي الجميله دي بالرغم من طولها وعرضها وكل حاجه انما ابدا ما فيش حد خرج بحرف واحد عن النص. وده اتعلمته فين؟ في مسرح نجيب الريحاني برضه. كانوا ملتزمين بالنص. كانوا ملتزمين التزام غير عادي. حتى فاكر مره عبد الفتاح القصري كان بيعملوا بروفات، قاعدين على ترابيزه وبيعملوا بروفات. فقال كلمه كده. قام قال له استنى. نجيب الريحاني قال له استنى. ومسك النص الروايه ودور فيها كده. قال له دي مش موجوده. قال له معلش يا استاذ نجيب بس. قال له معلش ايه؟ لو انا عارف انها تفيد كنت حطيتها. انما ما تحطش حاجه من عندك ابدا. فكرت. طب بس في مشهد وحيد حضرتك خرجت فيه على النص؟ لا يمكن. واحد بس. ايه هو؟ كلمه واحده بس. ايه؟ لما قعدت جنب الجميله شويكار وقلت لها كده بشويش من غير ما الجمهور يسمع تتجوزيني؟ وانتوا سمعتوا ازاي؟ انتوا سمعتوا ازاي؟ ده اجمل خروج على النص في الحياه. ده يعني مسموح بيه، ده جميل. ده جميل. ده كان في انا وهو وهي. ايوه. انا وهو وهي واحنا نايمين على الارض، ما احنا بننام على الارض كده. ايوه ايوه. وبنعمل رجلنا كده ما اعرفش ازاي حاجات كده. ايوه. فقلت لها بقول ايه؟ بصوت واطي جدا. قالت لي ايه؟ قلت لها تتجوزيني يا شبه. قالت لي يا سلام. طب ما قلتش لك كده من زمان. هو ايه ده؟ جاي دلوقتي تقول لي؟ قلت لها معلش يعني انا بقول. قالت لي ماشي كلامك ماشي. الله الله الله. ده القرار ده بقى كنت انت اتخذته قبلها بقد ايه؟ مفيش يعني. قعدنا نمثل 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 نمثل. وبعدين حسيت وانا بمثل وانت بتمثل ان انا دي لازم تفضل معايا. بس مش بس على المسرح، على مسرح الحياه. على مسرح الحياه. واتجوزنا. الله. بس كانت جميله يعني. كانت مفاجاه حلوه. احب بقى مسرحيه في حياتك. احنا بنقول سيدتي الجميلة انا هو وهي، كل ما هنقول اسم مسرحية بنحس انها اهم مسرحية واجمل مسرحية. والله احب واحدة فيهم لقلبك. والله يا دكتورة كل المسرحيات اللي عملتها يعني خارجين من قلبي. من كبدي. يعني لما بشوفهم او بشوف حاجة منهم ما اعرفش بيصعبوا عليا ليه. بحبهم. حقيقي.
اكتشافك للموهبة يعني شويكار تبلورت وموهبتها برزت على المسرح وبعد كده عملته مع بعض الأفلام لكن اكتشافك لموهبتها وعينك يعني بتلقط المواهب في حياتك احنا شفنا ده بيتكرر مع نجوم كوميديانات كتير لكن شويكار الست الجميلة الأنيقة اللي لها بتنطق بشكل أرستقراطي ازاي شفت في ده انها تبقى كوميديا ممكن تكون كوميديان ما هو ده الكلام بقى الحلو ان انا خدتها وهي بتقول حاجة كانت بتشتغل فيها عامية كان مع فرقة ايه مش عارف مش فاكر وبعدين قلت لها تمثلي يا شابة تمثلي قالت لها انا بمثل قلت لها لا تمثلي معايا حاجات قالت لما اشوف هتعرض عليا ايه يا سلام مال وكان الكلام بصراحة كده وبوضوح لقيت عبد المنعم مدبولي كان مخرج مسرحية السكرتير الفني لقيته نقاها وجابها علشان تشتغل معايا البطلة واحنا كنا اتكلمنا قبل كده فاشتغلنا السكرتير الفني خرجنا بعد السكرتير الفني قلت لها انا في دماغي حاجة تانية كمان عايز اعملها قالت لي هتعمل ايه قلت لها نعمل انا وهو وهي ودي مسرحية ما اتعملتش قبل كده وكان عملها اسمه ايه ده الراجل الانجليزي ده اسمه ايه الراجل انا مش فاكر اسمه هفتكره دلوقتي مع فيفيان لي عملها واصاب بيها نجاح قوي 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 وبعدين قلت لها خلاص نعمل المسرحيه دي نمصرها ونعملها بداوا يمصروها سمير خفاجي وعبد المنعم مدبولي بداوا يمصروا فيها ويحطوا فيها بس كان ايه التمصير كان يتعرض عليا لازم علشان اعدل فيه واعمل فيه حاجه يعني اذا كان فيه يعني حاجه لغايه ما خلصت المسرحيه يعني الحقيقه يا دكتوره ما كناش نبص لفلوس ابدا ابدا انا مجموع الفلوس اللي خدتها في انا وهو وهي من اول ما بدانا بروفات لغايه ما خلص المسرحيه خلصت خلص عرضها اخدت حوالي 340 جنيه حوالي 340 جنيه فاكر ماري منيب؟ يا سلام ايوه حد ينساها؟ كانت بتحبك وبتحب موهبتك لما اقول لك ماري منيب تفتكر ايه معاها؟ تفتكر ايام ايه معاها؟ تفتكر مواقف ايه معاها؟ ايام الريحاني وايام ماري منيب دي انا شلتها على كتفي اي في فيلم اعترافات زوج السمانه انقطمت وطلعتها سلالم وهي على كتفي ونزلتها من سلالم ده حضرتك اللي شلتها ولا دوبليه؟ لا انا شلتها انا اللي شلتها والله العظيم والله وهي يعني حملال الجميل ده لغايه دلوقتي ايوه لا ماري منيب ده حاجه تانية خالص ماري وميمي وزوزو وزينات ايوه انا في حد زي زينات دلوقتي؟ لا زينات دي كان الله يرحمه الريحاني كان يسميها ال 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 القيصاره بتاع المسرح القيصارة على الرغم انها كانت يعني دايما بتردح والست الشعبية وكده عشان كده بقى قيصارة قيصارة المسرح كمانجة بتاع المسرح لا 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 مفيش حد زي زينة ابدا طب انت
فاكر ايه الماري وفاكر ايه الزينات، حاجات شخصيه انسانيه بينك وبينهم؟ مواقف يعني شخصيه. فاكر ان انا كنت بجيبهم عشان يشتغلوا معايا يمثلوا معايا ادوارهم بتاعه الريحاني. يعني انا ما كانش لي علاقه بالناس. كان الجيل ده بيبص للفلوس، كان عيوبهم كانت ايه؟ ما مش ملايكه يعني، اكيد كان ليهم عيوب. انا ما اعرفش يا دكتوره. اعرف عيوبهم. طب كانوا بيبصوا للفلوس؟ كانوا بيتناقشوا وعايزين فلوس؟ لا كتير. لا 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 لا. كان جيل لا لا لا، ما كانش حد بيه يشوف فلوس ابدا ولا يتكلم في فلوس. لا ايوه، كانوا ييجوا يمثلوا معايا في المسرحيه وديهم 10 جنيه بتاع حاجه كده. 10 جنيه وياخدوها في المسرحيه وياخدوها ويبوسوا ايديهم ووش وظهر. امال ايه؟ لا ما كانش حد بيبص للفلوس. الفلوس دي ما بنتش الا ايامنا دي بس، انما قبل كده ما كانش في حاجه اسمها فلوس. طب الفنان كان بيبقى قادر يعيش بالاجور البسيطه دي؟ اهو يعني يعيش مره ما يعيش مره. يعني اقدر اقول ان حضرتك مريت، نقول زي ما بيقولوا كده في الافلام، كفاح وضنك وتعب وايام ما كانش معاك جنيه زي ما كنتوا بتطلعوا في الافلام انت وعبد الحليم حافظ ومع الشباب اللي معهمش فلوس وبتاكلوا لقمه بجبنه هل عشت الفتره دي حقيقي؟ لا لا انا ما لا مش للدرجه دي يعني. اي لا، الوالد بقى كان طبعا بيساعد بقى. كنت دايما ادعيله. لكن الفنان اجوره مش عاليه، ما تعيشوش حياه كريمه. لا 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 ما تعيشوش. لا، ولذلك نصهم مات مفلس مش لاقيين حق خرجته. اسمه ايه ده، مات ما لقوش حتى كفنه. اسمه كمال المصري شرفنطح. ايوه فاكراه؟ طبعا. كمال المصري شرفنطح مره، الحكايه الواقعه دي انا عايزه افكر حضرتك بيها. كان بيشتغل مع الريحاني وبعدين طلع قعد ياخد يشرب قهوه على القهوه اللي جنب المسرح، فالريحاني جابه في المسرح وعنفه وزعقه وخصم له فلوس، قال له لما الناس تشوفك قاعد على القهوه يدخلوا المسرح يشوفوك ليه؟ حضرتك فاكر الواقعه دي؟ في واقعه قوي. يعني سلوك الفنان في حياته مفروض انه ما يظهرش للناس، ما يعيش طبيعي زيه زي الناس. لا طبعا، ازاي ما يظهرش للناس خالص؟ امال ايه؟ ليه حتى الست لازم تبقى ضحكتها بمقدار. الست الفنانه تضحك لجوه مش لبره. ازاي يعني؟ استنى علمني. انا بضحك لبره كتير في البرنامج. لا انت تضحكي معلش لبره، لانك انت ما انتش بيشوفوك على المسرح. اي لا، لكن الفنانه لما تكون في الحياه العاديه لازم تضحك. يا خبر اسود. يعني هص، تبقى فيه هص، ما تتكلمش وما لا تتكلم. بس لما تضحك تضحك لجوه. ازاي لجوه يعني؟ ما اعرفش. انما تضحك لجوه يعني ضحكه كده. ليه؟ عشان ما يصحش انها تضحك وصوتها يبان للناس. عشان يفتقدوا. عيب. 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 عيب صوتها يبان في الحياه العاديه. عيب. فقط في التمثيل. عيب في التمثيل. عيب ده. زي مثلا الفنان انا ما اقدرش انزل اروح اشتري مثلا جزمه. ما اقدرش. ليه؟ عشان الناس هيشوفوني. طب وبعدين؟ وبعدين ايه؟ هيتلموا حواليك وهيضايقوك ولا علشان ما تبقاش متواجد للجمهور غير في العمل الفني بس؟ دي نظريه جديده. دي هو أنا كده. هو كده. هو كده. هو كده اللي بتقوليه ده. طب بعض الفنانين بيروحوا سهرات وبيروحوا حفلات وافتتاحات ومهرجانات واشياء كتير. معلش، سهرات دي حاجه تانية. لا عامه، احتفالات عامه يعني. لا حفلات عامه لا، وحش. مش حلو. افراح، مناسبات، مهرجانات، يعني الحاجات دي بتبقى يعني
مختصرة قوي. يعني حضرتك تنصح الفنان انه ما يظهرش كتير؟ طبعا. طب عارفة مين اللي قال لي الكلام ده؟ عمر الشريف. عمر الشريف قال لحضرتك ايه؟ قال لي انت نازل رايح فين؟ قلت له انا نازل رايح للترزي. انا كنت بفصل عند ديليا. واحد اسمه ديليا. قال لي لا ما تروحش. قلت له ليه ما اروحش يا عمر؟ قال لي مش لازم حد يشوفك وانت هناك. قلت له طب ليه؟ قال لي هو كده. بتبصي على ايه؟ لا على الحاجات اللي مكتوبه هنا. بتضحكي على ايه هناك؟ فقال لك عمر الشريف ما تروحش للترزي، ما تظهرش. وبعدين لقيتها مظبوط. تمام. الواحد ما يصحش وهو فنان. ما يصحش يبان لدى الناس خالص. خالص الا في الحته اللي بيظهر فيها ويبان فيها. طب الفنان ده ما عندوش بقى حياه خاصه؟ يعني نفسه ينزل يعمل شوبينج، يتفرج على المحلات، يشتري حاجه، ينقي الخضار، نفسه يعيش زيه زي الناس؟ لا ممنوع ده. ده ممنوع. ضريبه قاسيه جدا. ضريبه دمها تقيل. ايوه. انما هي كده. يعني يبقى معزول فعلا عن الناس. ايوه. بشكل يبقى يخلي حد ينزل يجيب له، يعني حاجات كده من الحاجات دي. هو لو ظهر يعني حتى زي ما بيقول هو ما يظهرش كتير. ايوه ما يظهرش كتير. في الحدود. وحضرتك مقل جدا، يعني احنا بقالنا كذا سنه طالبين الانترفيو ده يعني. لا يا شيخ والله متصل بيك بقالي كام سنه، بتصل بيك شوف وانت عمال بقى تقول لي كلام. والله انا ولا بترد ولا بترد ولا بتعبرني. لا والله لو اعرف ان انت بتتصلوا كنت جيت، يعني جيت على ركبي. يا سلام يا سلام عشان افكرك باغنيه جميله ملايين الناس لسه بيغنوها في عيد ميلادهم. حضرتك كنت احد صناع هذه الاغنيه سنه 48، وفاكرين الاغنيه دي يا اولاد انتوا بتغنوها في اعياد الميلاد؟ ما تعرفوش ان الاستاذ العظيم فؤاد مهندس هو اللي كان من صناع يلا حالا بالا حيوا ابو الفساد. فاكر حضرتك هذه الاغنيه؟ فاكرها طبعا. اتعملت ازاي وكانت قصتها ايه؟ ابدا. هو بابا شارو كان بيدور على ناس يعملوا الغنوه دي. يلا حالا بالا انه ابو الفساد هيكون عيد ميلاده الليله اجمل الاعياد. اجمل اسعد الاعياد. اسعد الاعياد. فقلت له انا عايز اغني. قال لي هتغني معايا؟ قلت له وكان ابراهيم شكله الله يرحمه بدا يشتغل في الغنوه يعني. فقال لي طب تاخد ايه؟ قلت له ما اعرفش، انتوا عندكم ايه؟ قال لي عندنا كذا وكذا وكذا وكذا، وعندنا البغبغان. فقلت له اخد البغبغان. فاخدت البغبغان وسجلتها. واصابت نجاح حلو قوي قوي قوي. كان بيقول ايه؟ انا بغبغان فصيح. انا مش انا فاكر. مش فاكر بقى ايه، بس احنا فاكرين حيوا ابو الفساد. ايوه اغنيه كانت جميله. ازاي تعيش الاغاني دي معانا كده؟ انت ازاي بتعملي فيا الاعمال دي؟ ليه بس انا عملت ايه؟ يا سلام، احنا بنفتكر معاك الحاجات الجميلة اللي احنا عايشنا حياتنا كلها بيها دي. انا لو كنت قعدت 150 سنة عشان اعمل في اسم فؤاد المهندس ما كانش يتعمل اكتر من اللي عملتيه. لا والله العظيم. ازاي ده؟ لا 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 لا، احنا النهارده عندنا عيد ميلاد، عيد ميلاد البرنامج لانك حضرتك موجود معانا، فهنعمله ده اليوم الرسمي بتاعنا.
انت شيء خطير يا دكتوره. لا ده الخطير ده انا واد خطير جدا خطير. حقيقي. من عيد ميلاد ابو الفساد بعد كده نضجت ساعه لقلبك. اه. وحضرتك فاكر الثنائي الجميل مع الفنانه خيريه احمد؟ اه محمود يا حبيبي. محمود. بعتلك ايه؟ مين اللي حافظاه؟ بعتلك تتعشى يا حبيبي. احطلك العشاء يا حبيبي. شوف البنات هم صغيرين وحافظين. لا في موقف ظريف. أي. محمود يا حبيبي. ايوه. انا بعملها كل سنه في عيد الثوره. ايوه. في 23 يوليو. ايوه. هو 23 يوليو ولا ايوه ايوه مظبوط؟ مظبوط. وكان اللي بيحضروا جمال عبد الناصر. ايوه. وعبد الحكيم عامر. أي. والثوره كلها. ايوه. فطلب عبد الحكيم عامر جمال عبد الناصر محمود يا حبيبي. طلبها جمال عبد الناصر. اه طلبها. قال لي لازم تعمل محمود يا حبيبي. فقلت لعبد المنعم مدبولي هو اللي بيألفها. ايوه. فقال لي طب اعمل ايه؟ قلت له اعمل لنا حاجه يعني على الجيش وعلى البتاع. فعمل ايه؟ عمل ان بيحاربوا. وتعهدوا لمحمود انه يحط الخطط. الخطط. يحط الخطط بتاعت الحرب. فقلت له طيب كويس، وهي تقول لك محمود يا حبيبي وانت بتحط الخطه. بس فبدانا نشتغل وبدات اقول والطيارات تيجي من هنا محمود. وتيجي على الموقع محمود. يعني بدأنا ايه نشغل. وعبد الناصر واقع من الضحك فاتصال. وبعدين خلصنا. وهو رايح على العربية قال لهم ابعتوا لي هاتوا لي فؤاد. رحت. قلت له ايوه يا سيادة الرئيس. بص لعبد الحكيم عامر وقال له طب يا اخي لما هو بيعرف في الحرب طب ما يعني ساعدوهم. قلت له ساعدوه. ساعد المشير. قال لي ساعد المشير يا اخي بس علشان يعني نعرف نتكلم معاه. وركب العربية ومشي. بس كان موقف حلو قوي قوي ظريف. ده الرئيس عبد الناصر قابلته في الموقف ده، التقيت بيه او برئيس السادات او انا التقيت بيهم كلهم. كلهم. اه. نفتكر بقى كده المرات اللي التقيت بيهم. انا سلمت على عبد الناصر. أي. مرتين ثلاثه. كانت المره دي بتاعت محمود. أي. ومره بقى قبل كده بتاعت كان بيديني كاس التمثيل. كان عبد الناصر كان في استاد المدينة الجامعية. جه وحضر وبتاع. وسلمت على السادات. السادات كان صديقي. صديق. اه. ازاي؟ كنت احبه قوي وهو كان يحبني قوي. و كنت بتشوفه بشكل شخصي؟ مش دايما. أوه. يعني انما أوه. كنت بشوفه. ايوه. كان بيحب النكته وكان بيحب قوي قوي. هو كان حبوب قوي قوي. ودمه خفيف. إيه؟ ودمه خفيف. ايه بتقول ايه؟ فاكر له ايه من مواقف معاه؟ لا هو ما كانش يعني ما كانش يقول حاجه. انما هو يعني حاجة ظريفة قوي. يعني القعدة معاه متعة. حقيقي. التقيت بيه أول مرة إزاي؟ التقيت بيه أول مرة
كان في احتفال او هو مثلا دعاكم للبيت عنده ولا كان؟ انا رحت له البيت مره وكانوا هيسيبوا الكلاب عليا. ليه؟ ما اعرفش. رحت له علشان اقابله بالنسبه للمسرح والحاجات دي الحاجات دي. انا مش متعود اني البس كرافطه خالص. فقلت له ممكن اقلع كرافطه، كنت لابس كرافطه. قال لي اقلع مش حاجه، اقلع كرافطه والا اسيب عليك الكلاب. عنده كان كلاب كبيره كده، كان بيحب التمثيل قوي. وهو اصلا كان ممثل. ايوه، عمره قال لك ان هو كان بيحب التمثيل وكان عايز يمثل؟ كان بيحكي لك يعني. وكان المدرس بتاعه كان بيدي معهد التمثيل. مدرس الالقاء. أيوه. كان بيديله درس حاجه كده في يعني. الالقاء في الالقاء. شفت احمد زكي لما عمل فيلم السادات؟ ما شفتش فيلم السادات. وبعدين انا سلمت على حسني مبارك. ضربت له تليفون وقلت له كل سنه وانت طيب. كان عيد ميلاده هو او حاجه كده. كنت بتكلم من عند ابني احمد. ايوه، على بال ما وصلت البيت كان تليفون ضرب. هو اللي بيتكلم، هو شخصيا بقى. انا افتكرت الاول حد بيهزر. والله. ايوه. قلت له مين اللي بيتكلم؟ سمير خفاجي ولا مين؟ قال لا يا استاذ، احنا الرئاسه. قلت له رئاسة ايه؟ قال لي رئاسة الجمهورية وبندور عليك. قلت له يا سلام، مين عايزني؟ قال لي الريس. انا سكت، حسيت انها حقيقي. قلت له ايوه يا فندم، انا تحت امركم. قال لي الريس معاك. لقيته هو اللي بيتكلم بقى. قال لي ازيك يا استاذ؟ قلت له الله يسلمك يا فندم، ربنا يخليك بتاع. يعني بتكلمني في البيت؟ قال لي ما انا عارف لك حته، ما انت ما انتش في البيت كنت. قلت له طيب، يعني انا سعيد ان انا بسمع صوتك من التليفون وانا مش عارف اقول لك ايه. قال لي ما تقولش حاجه، ما انتش عايز حاجه؟ قلت له لا مش عايز. انت مش عايز حاجة؟ كانت مكالمة ظريفة يعني، كانت مكالمة ظريفة كده. احنا كان معانا قمة من قمم الفن المصري، الأستاذ الذي لا يعرف، مؤسس حزب خفة الدم المصرية، والأب الشرعي للكوميديا المصرية والعربية، الأستاذ الفنان الكبير القدير، ولا أكتفي بالألفاظ، الأستاذ فؤاد المهندس.